ايدي يا حامد ارفع صوتك. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 العدد كم؟ 36. دي تعتبر أول شجرة في السودان تشيل كم يا حامد؟ 36 صبيتة برحي. ومما يؤكد انه البرحي لو اعتبرنا الشتله الشطر فيه 10 كيلو، وحدات فيه اكثر من 10 كيلو، ده الرقم القياسي العالمي المفروض تشيله شجره البرحي. لو اعتبرنا الكيلو ب 500 جنيه دي ب 150 الف جنيه، ولو اعتبرنا الكيلو ب 1000 جنيه دي 300 الف جنيه، مما يؤكد انه ناس حامد قاعدين ساكت ممكن يزرعوا وعاينوا ينظفوا الشدر، وكل زول يبقى حارس شدرته تجيب له شنو؟ سميدة ويجيب له شنو 36 صبيتة. 36 صبيتة دي زي ما انتم شايفين الان، زي ما شايفين الشدرة النخلة ملانة بكمية كبيرة جدا من النخيل البرحي، فهو حيقوم بكرة يغسلها غسيل معتبر جدا ويرعى رعاية معتبرة، وفي افتتاح الحصاد حشاهد والوزن بتاع الشجرة بتاعت البرحي. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم والله يكرمكم.